that's you and me. All day, that's us, boo. Came through that new thing. See, I don't know. Crane, why I trust you. مرحبا يوتيوب، الله يعطيكم ألف عافية. اليوم حلقتنا كثير مشوقة، راح نحكي عن مخلوق كثير كثير غريب، وغير هيك راح نوزع جائزة لواحد منكم. في البداية، كيكا اللي قدر يتوقع ايش كنا راح نحط في الحوض الجديد اللي هم الاكسلوتلز، ربح معانا بريستل نوز لونج فين بريستل نوز بليكو، نوع زبالات كتير نادر وكتير حلو. هلا راح احط لكم صورته راح تبين معاكم، وراح اورجيكم كمان حوض بهاي الحلقة عشان نتوقع شو بده يكون، شو بدنا نكون حاطين فيه، واللي بجاوبه برضه صح راح نربحه جائز. طبعا هذا النوع من الزبالات كتير نادر، واعملوا سيرش عنه وشوفوا قديش حلو خرافي. اسمه هلا راح اكتب لكم برضه اسمه البينو لونج فين بريستل نوز. كتير خرافي، كتير شكله حلو، وراح احكي لكم شوية شغلات عنه. اول شيء هو واحد من اكثر الاسماك النادرة والطفرات اللي مش موجودة عندنا ابدا بالشرق الاوسط، وغير هيك كتير شكله حلو، ولما يكبر بصير كتير كتير عنده بريستل زي ما شفتوا بالصورة. فما تنسوا تشاركوا كمان مرة بتوقعاتكم علشان تربحوا هدية وجائزة كتير ترضيكم. نرجع لموضوعنا المهم اللي هم الاكسلوتلز او عفريت الماء. طيب هلا ننتقل لحوضهم، حوض الاكسلوتل اورجيكم اياه. هذا واحد منهم، اوكي، هذا الباينو طفرته، وهذا الاصفر كوبر، وفي كمان واحد الباينو ورا. نحكي عن هذا الحيوان، ايش اللي بخليه واحد من اكثر الحيوانات اللي بتخلي بتثير اهتمامي شخصيا والعلماء. انا مش عالم طبعا، بس كثير بهتم بهاي الشغلات. هذا الحيوان بيقدر يجدد اي عضو اذا خسره، ان كان ايده، رجله، ديله، او هدول الثلاث شغلات اللي موجودين على راسه شايفينهم، بيقدر يرجع يجدده ويطلعه مره ثانيه. والاغرب من هيك انه حتى اجزاء من مخه وعينه كمان اذا خسرها ممكن ترجع تطلع له. الاشي هذا عم بيخلي العلماء يدرسوه بشكل كتير دقيق عشان يقدروا يساعدوا الناس اللي خسرت، خلينا نحكي، اعضائها، ان كان بحرب او بحادث او او او، بعيد الشر عنه وعنكم ان شاء الله. طيب هلا نيجي نحكي عن بيئته، هو كيف بيعيش. طبعا هذا الحيوان بيعيش بالماء البارد كتير، والبركة تبعته او سوري مش البركة، البحيرة اللي بيعيش فيها شوي مالحة، بيسموه بركش ووتر، بيجي على ملوحة شوي. فلازم لما نجيبهم بكونوا هم صغار طبعا بيعيشوا بفريش ووتر، المي اللي بتكون حلوة عذبة، ولكن بعد هيك لازم ينتقلوا لهاي البحيرة اللي شبه مالحة، فلازم شوي شوي نحولهم للمي المالحة. طيب نيجي نحكي هلا عن حوضه بشكل سريع وبشكل كثير دقيق عشان نكون عارفين بالضبط اذا بدنا نربيه نربيه بشكل صحيح. هلا مبدئيا هو حيوان بيعيش بمي كتير باردة، درجة حرارة المي لازم تكون بين 16 و 18، يفضل هيك تكون، فوق 20 ممكن يصير عنده إصابات ولا سمح الله يطلع عليه فطريات ويموت، لأنها كائنات كتير 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 حساسة زيادة عن اللزوم، فلازم نكون حذرين وإحنا عم نتعامل معه. غير هيك هذا الحيوان عنده قدرة مو موجودة عند أغلب الأشياء اللي بتعيش في المي، وهي إنه بيقدر يتنفس من ثلاث أماكن. أول مكان هو الرئتين، نعم هو بيستخدم الرئتين، وثاني مكان هو هدول الشعرات الصغار اللي طالعين منه على الثلاث أشياء هدول شايفينهم، اللي كتير أحاول أزوم لكم، شايفين هدول الشعرات، هذا كمان جزء هو بيقدر يتنفس منه، وكمان عن طريق جلده. فعشان هيك لازم نحرص أنه يكون دائما في طابة أكسجين موجودة بالحوض عشان يكون في أكسجين زيادة لأنه بحتاجها. أنا طفي بس عشان ما يكونش في إزعاج وتبطلوا سامعيني، ولكن احرص أنك تحط لهم على الأقل طابة أكسجين وتضلها شغالة، عشان هذا الإشي كتير ضروري لهم. وغير هيك شايفين هدول الشعرات الصغار اللي طالعين من الجنب بصيروا يطولوا اكثر وبصير شكله كتير حلو. ان شاء الله بالمستقبل لما اعملكم ابديت راح تشوفوا قديش فرقت طول الشعرات هاي عن هلا. طيب هلا نحكي عن كيف لازم يكون حوض وايش الاشياء اللي لازم تكون موجوده عشان اقدر احافظ على سلامه هذا الحيوان. اول اشي هو انه لازم يكون عندك اضاءه على جهه واحده فقط مش على الجهتين،
اوكي ليش؟ لانه هاي الحيوانات مرات بتحب تكون بالضوء، ولكن اغلب يومها بتفضل تكون بالظلمه. عشان هيك انا حاط لهم كيفز كمان كبار عشان يقدروا يتخبوا فيها اذا ما كانوا حابين الضوء ابدا. وغير هيك بوطي الضوء بالليل شوي كمان عليهم بهاي الطريقه، على اساس انه دائما يكونوا مرتاحين وما اضايقهم انا بزياده الضوء. ولكن انا بضوي الضوء لمده 4 ساعات هذا القوي، عشان برضه في نبات، هذا النبات كتير منيح. ليش؟ لانه الاكسلوتيل كتير بيطلع فضلات، فبكون بيرفع الامونيا بسهوله في المي، فهذا الاشي بخليه زي ما نحكي يحتاج نبات عشان تضلها الأمونيا قليلة في الحوض. وهذا إشي كتير مهم، لأنه كتير حساس من الأمونيا، وممكن يصير عنده حروقات بسببه ويقلب لونه يميل للأحمر بسبب هاي الحروق. فعشان هيك لازم دائما تكون عارف قديش هذا الكائن حساس. غير هيك لازم ما يكونش في اشياء حادة كتير، يعني هذا الخشب اللي هو متسطح عليه كتير ناعم، وصار له تقريبا اكتر من 6 شهور أو 7 شهور في مي، فكتير ناعم مستحيل يجرحه. وزي ما انتم شايفين على هذا الحجر انا لافف موس عشان برضو ازيد امتصاص الامونيا، وحتى على هذا الكيف اللي ورا هنا انا حاطط برضو موس عشان اضلني محافظ على قلة الامونيا. وفوق كل هذا كمان انا زايد نبات هنا زي ما بتشوفوا خارجي، بس بعيش تحت المي، حاطط جذوره زي هيك وعامله بكاسة بلاستيك عشان برضو هذا النبات يساعد على امتصاص الامونيا، واكون عم بتخلص من الامونيا بشكل مريح الي، ما اضطر كتير اغير مي او يصير عندي لا سمح الله فجأة مشكلة او طوارئ بسبب هذا الاشي. طيب هلأ احنا حكينا شو الاشياء اللي لازم تكون موجودة في الحوض، هلأ بدنا نحكي شو الاشياء اللي ما بصير نحطها في الحوض. اول اشي لازم نكون عارفينه هو انه هذا الحيوان كتير حساسيته كبيرة، الى درجة انه ما بصير تحط معاه اشي على الارض الا لما يكبر، وبس يكبر ممكن تحط له تراب او تحط له من الاحجار الكبيرة. لازم اقل حجر يكون ضعف حجم راسه. ليش؟ لانه هذا الكائن ممكن يعض يحاول يبلع هاي الحجرة ويأذي حاله. فعشان هيك اذا بتلاحظوا انا في بس اثر للتراب على الارض وشوية موس، عشان انا ما بديش اي اشي ممكن لا سمح الله يسبب لي حادث معهم انه يعمل لي مشكلة او. وغير هيك شايفين ما احلى سباحته، سبحان الله ما اجمله. هو طبعا يعتبر من البرمائيات، ولكنه هو اكواتيك بشكل كامل، يعني بيعيش طول حياته بالمي. وهو طبعا من اكثر الكائنات المفضله عندي، ومن اكثر الكائنات اللي انا بحسها انترستينج وبحب اتعلم عنها كثير. يعني لازم نكون حذرين كتير بموضوع ما ننزلش أي حجر معاه، لأنه ممكن يرفع الأمونيا. أي حجر على الأقل أخليه أسبوع، كل يوم أغير المي اللي بدي أحطه بعدين بنزله بحوضي عشان ما يرفع عندي مستوى الأمونيا، لأنه هذا الكائن كتير حساس من الأمونيا، وبفضل أنه ما يكون في معه أي حيوان كمان عشان هاي بسبب الأمونيا ممكن يصير عنده أمونيا بيرن ولا سمح الله واحد يخسر الحيوان تبعه. طيب هلا نحكي عن اكله وتغذيته واطعامه. هلا مبدئيا هو باكل ايرث وورمز، يعني دود الارض، اوكي؟ وكثير صعب تعلمه على البلتس او انك تطعميه اكل السمك يعني. وبده شويه جهد وشويه خلينا نحكي تريكس عشان تقدر تطعميه اياه. انا اول يوم جبته طعميته بلود وورمز عشان هو يعتبر تريت الهم، اوكي؟ سوري اني مش ماسح الحوض، ما كنت منتبه انه سوري. حلو. بلود وورمز ليش؟ عشان هو كتير بحبوا طعمه، فعشان انا اكون ضامن اني انا عم بوفر رح اخليه ياكل، لانه مجرد ما ياكل معناته هو مرتاح. فعشان هيك طعميته اول يوم بلود وورمز، ولكن بعد هيك صرت احاول اعمل معاه التريك تبع الاكل، وهلا الحمد لله دربته وصار ياكل الاكل تبع السمك بدون ما احاول اعمل له اي. طيب نحكي عن حجم الحوض المناسب لإلهم. مبدئيا لكل اكسلوتيل بدك حوض 20 جالون، يعني 80 لتر. ولكن اذا بنفس الحوض بدك تحط 2، فعلى كل واحد بتزيده 10 جالون، يعني 40 لتر. يعني انا هلا هدول الثلاثه المناسب لهم 40 جالون، هذا الحوض 45 جالون، يعني 180 لتر. فانا تارك 5 جالون زياده على اساس انه اتركهم يتنفسوا فيه، وبنفس الوقت يكون الدوره البيولوجيه عندها وقت تتكون، واكون مغطي يعني كل الجوانب تبعت الامونيا، وتكون المي كتير مريحه لهم. وطبعا لازم يكون مستوى البي اتش كتير واطي لإلهم، عشان هم بحبوا المي اللي تكون شوي
خلينا نحكي سوفت ووتر بيحكوا عنها، يعني ناعمة ما بتتعبهم كثير بالسباحة. كثير مهم لكل الناس اللي بتتابعني انه اذا انت كنت من التوب فانز تبعوني، وهدول ان شاء الله لقدام رح اعملهم بريدنج ان شاء الله، اي بني ادم بيقدر يحافظ عليهم وعنده مكان مناسب لهم رح ياخذهم فور فري بس لانه عمل لي سبورت، وان شاء الله كمان اي حيوان بكون موجود عندي بقدر اعمل له بريدنج، وبتاكد انكم قادرين تحطوه عندكم بمكان مناسب له ان شاء الله. زي ما بتدعموني يعني بكون على الاقل عم برجع لكم هذا الدعم اللي انتم عم تعملوا لي اياه. شكرا لكل بني ادم منكم. Yeah, every day that's you and me, all day that's us boo. Came through that new thing, see I don't know I trust you. Crazy now just بعض الاشاعات او الاسئله اللي الناس سالوا لي اياها على التيك توك وعلى اليوتيوب عنه، وهو انه هل لو قسمناه بالنص رح يرجع يطلع؟ طبعا لا، الاكسوتيل خلينا نحكي انه بيسترجع اطرافه فقط واجزاء معينه من جسمه واعضائه، ولكن اذا صار انقسم بالنص فهو على طول رح يكون طبعا مات. فخلينا نكون فاهمين انه هو اذا كان صارت له اصابه كثير خطيره رح يموت، ولكن اذا صار له شيء كثير خفيف لا ممكن يتشافى منه بسهولة. ننتقل للحوض الجديد، برضو احذروا شو راح نحط فيه على اساس انه بس يجي الاشي اورجيكم اياه، واللي بيجاوبوا صح برضو راح اربحوا جائزة، وهي بس طريقة شكر مني لإلكم على كل اشي وكل دعم وكل كلمة قاعدين بتحكوا لي اياها، وان شاء الله لقدام اي حيوان بكون عندي بعمل له بريد ان شاء الله راح اوفر لكم اياه انه تربوا. نرجع لحوض الاكسلوتيل، طبعا هذا الحيوان او الاكسلوتيل او عفريت الماء او السمندل في ناس كمان بتسميه، هو منقرض في الطبيعه، ما في الا هو اللي الناس بتربيه اللي زينا او المنظمات اللي بتحافظ على هاي المخلوقات. طبعا ما بتتخيلوا قديش تمرمطت والوقت والجهد علشان اقدر اجيبهم وكمان اوفر لهم كل احتياجاتهم، لانهم كتير حساسين زياده عن اللزوم. وبالنهاية خلينا نحكي شو الكائنات اللي ممكن أحطها معهم في الحوض. طبعا أول كائن منهم هو الهيلستريم لوتش، عندي منه هلأ رح أحط لكم برضو فيديو إله. الهيلستريم لوتش كائن كثير مسالم كمان، وبتغذى على الآلجي اللي هي اللي بيطلعوا خلينا نحكي زي الطحالب يعني اللي بتطلعوا بتغذى عليها، فما رح يلمس الكوت سلايم كوت اللي هو الـ خلينا نحكي الواقي اللي بكون موجود على جلد السمندل أو الإكسلوتل عشان يحميه، وبنفس الوقت بيكون كتير زلق عشان هذا الحيوان بفضل دائما يسبح كتير بمية سوفت، فحتى الكوت اللي عليه بيساعده يتحرك في المي بشكل أحسن. المخلوق الثاني اللي ممكن نحطه معاه هو الشريمبس. هلا بعطيكم كمان بورجيكم كمان حوض الشريمبس. الشريمبس كثير كائنات مسالمه، ممكن تحطهم معاه، ولكن للامانه راح ياكلوهم الاكسلوتل طبعا اكيد اذا قربوا عليهم راح ياكلوهم، ولكن اذا حطيت انت مخابئ وموس وشغلات زي النباتات هاي صعب يوصلوهم الاكسلوتيل، ولكن انا مو حاطط صراحه برضو خوفا على الاكسلوتيل، ممكن لما يكبر شوي اضيف شويه شريمبس اوكي، ولكن هي شوي ريسك، لازم يكون الحيوان اللي بتحطه برضو مش شرس ولا يقرب حتى على الاكسلوت اللي يكون يفضل يكون بيخاف منهم، ولكن بعض الشريمبس او اللوتشز ممكن يلمس الكوت او يلمس الاكسلوتل ولا سمح الله يعني يلعب بالكوت تبعه ويأذي، فلازم نكون حذرين في هذا الموضوع كتير، لانه هاي الكائنات زي ما حكيت لكم حساسة زيادة عن اللزوم كتير، فكون حكيم جدا انت كيف تربيها وكيف تدير بالك عليها، وما شاء الله عليها بتجنن وكتير شكلها غريب. هيك وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى أنه استمتعنا واستفدنا مع بعض، وإن شاء الله لقدام رح أورجيكم كمان شو الأشياء اللي جاية، ورح نحكي برضو على الكلاب، ورح أورجيكم كتير شغلات عن حيوانات ما كناش نعرف أنها موجودة، وما كناش نعرف قديش حلوة تربيتها وقديش هي غريبة. فما تنسى تعمل لي سبسكرايب وفولو، اعمل لايك للفيديو وشكراً.